بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رياض ورزازي welcome you to another episode of Rocky Ramadan 2013 day 21. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة الرمضانية المباركة, الطرق التي تؤدينا إلى الجنة أو التي تدخل إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعتق رقابنا من النار بفضل هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى. My brothers and sisters, we're still talking about the pathways that will lead us to Jannah. Today is day 21, and I've mentioned yesterday a little bit about the as we are launching these new, or in fact, these final 10 nights of Ramadan, the final 10 days of Ramadan. So, inshallah ta'ala, I'll be talking more about those 10 nights or the virtues of these nights in a future episode. I'd like to talk today about a very important element or a pathway to Jannah, which is at-tawakkul ala Allah, which is the putting your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة والأخوات, كنا قد تكلمنا البارحة عن يعني بدأنا في بعض الفضائل العشر الأواخر, اليوم 21 من رمضان, وكنا قد تكلمنا البارحة عن بعض الفضائل العشر الأواخر أو الليالي الأواخر من رمضان. سوف نتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات لاحقة, ولكن اليوم بمشيئة الله سوف أتكلم عن طريق للدخول إلى الجنة وسبيل آخر, ألا وهو التوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين, وإذا عزمت فتوكل على الله, إن الله يحب المتوكلين. تصور أن الله سبحانه وتعالى يحبك, لماذا؟ لأنك تتوكل عليه حق التوكل. هناك فرق بين التوكل والتواكل. أنا لا أتكلم على التواكل, أنا أتكلم عن التوكل على الله. ومعنى التوكل أنك يعني تقوم وتشتغل وتعمل, ثم في الآخر بعدما قمت بواجبك تقول يا ربي هذا واجبي وهذا ما هذا الآن أنا عملت اللي علي يا ربي, فأنت الوكيل, أنا أتوكل عليك. زي الفلاح مثلا, يعني لا يروح ويدعو يا ربي يعني أنبت الشجر وأنبت, لا, هو يزرع ويشتغل ثم يدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي مطر, انزل المطر أغثنا. هذا هو التوكل, بعدما تجتهد, بعدما تدرس, ثم تقول يا ربي أنا درست واجتهدت, يا ربي أعني على أن أنجح في هذا الامتحان. هذه هي حقيقة التوكل. إذا مرضت تذهب عند الطبيب والطبيب يعطيك الدواء, تأخذ هذا الدواء, ولكن هذا الدواء لا يشفي, الشافي هو الله. أنت الآن عملت بي يعني اجتهدت, أخذت الدواء وتقول يا ربي أنا أتوكل عنك أو عليك. هذا الطبيب هو طبيب, نعم, ولكن أنت هو الطبيب, أنت طبيب القلوب, أنت طبيب الأرواح. أنا أخذ هذا الدواء ولكن يا ربي اجعل الشفاء في هذا الدواء. هذا هو التوكل, اعقلها وتوكل. جاء رجل عند الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور, يا رسول الله عندي ناقة, أو يعني عنده أكرمكم الله حمار أو شيء, يا رسول الله هل أتركها أم أعقلها, يعني أربطها ولا أعقلها, ولا يعني أتركها وأتوكل على الله, يعني الله يحفظها, الله هو الحفيظ الحافظ, فعني أتركها وأتوكل على الله ولا أعقلها وأتوكل على الله. قال له عليه الصلاة والسلام لا, بل أعقلها وتوكل على الله, أربطها ثم توكل على الله. هذا هو حقيقة التوكل. كثير من الناس يخافون من المستقبل, وكأن المستقبل بيدهم, ولكن كل شيء بيد الله, كل شيء بيد الله. الله هو الوكيل سبحانه وتعالى, بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. هذا هو التوكل. جاء الملك عند إبراهيم عليه السلام لما رموه في النار، حتى قبل أن يرموه، يا إبراهيم ألك عندنا حاجة؟ هذا الملك يسأل إبراهيم ألك عندنا حاجة؟ قال عندك لا، ولكن عند الله نعم. أنا لست في حاجة إليك أيها الملك، أنا في حاجة إلى الله. حسبي الله ونعم الوكيل. شفت؟ حسبي الله، الله هو حسبي، ونعم الوكيل. أنا أتوكل على الله، على الله، حبي في الله، ثقتي في الله. أنت لا يمكن أن تضرني بشيء أو تنفعني بشيء، لأن الذي ينفع هو الله، والذي يضر هو الله، الذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله. حسبي الله ونعم الوكيل. My brothers and sisters, this pathway that will lead us to Jannah, the pathway of tawakkul, putting your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. A lot of people have a problem, in fact, about this concept, fearing the future. The future is not under your control. The future is under the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. This does not mean that you should stay, sit and do nothing, go to the masjid and just pray and say, oh Allah, give me. Allah will not give you unless you pray, unless you make an effort, unless you work. And then you ask Allah subhanahu wa ta'ala for the help. That is the utmost sort of meaning of tawakkul, of delegating your affairs to Allah. You can't just stay home, for instance, and say, oh Allah, pay my bills. Your bills won't get paid. You have to go and work, make an effort, and then ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you. فإذا عزمت أو إذا عزمت, when you're about to make a decision, let's say, about something, فتوكل على الله. Put your trust in Allah after you make all the efforts and the studies and making sure that, you know, after the analysis that, okay, this is the right thing to do or this is not the right thing not to do. Then after that, what should you do? Put your trust in Allah. And Allah says, إن الله يحب المتوكلين. Allah loves those who put their trust in Him. Nothing can harm you if Allah does not want to harm you. Nothing can benefit you if Allah does not want to benefit you. Everything is under the hands and the control of Allah. Put your trust in Him and let Him take care of you. You're worried about the future. You're worried about things that may not even happen. But if you were to put your trust in Allah, go into a doctor, he gives you medicine. The doctor does not give shifa. It is Allah who gives shifa. It is Allah who gives the cure. But your responsibility is to walk and make an effort. You go to a doctor, he gives you prescription. You take that prescription. But put your trust in the Lord of that prescription. Oh Allah, you're the one who can make shifa in this prescription. Bismillah, eat it. But putting your trust in Allah, this is the real meaning of tawakkul. When that man came to the Prophet, Ya Rasulullah, should I tie my camel or should I just leave it and put my trust in Allah? Allah will take care of it. Should I lock my car or should I just leave it and put my trust in Allah? The Prophet says, no, lock it, yani tie it. Tie that camel and put your trust in Allah. This is what it really means for, you know, delegating your affairs to Allah. When the Prophet saw this man always in the masjid praying, says, interesting, good man, but who's working for him? Who's supporting him? The Sahaba said, his brother, Ya Rasulullah, he works and he supports him. The Prophet says, his brother is better than him. He works and he provides for his brother. When the angel came to Ibrahim alayhi salam, oh Ibrahim, do you need any help from us? This is Ibrahim. Before he was thrown into the fire, the angel came to him, can I help you? Imagine an angel coming to you. Can I help you? Ibrahim said, from you, I don't need no help. But from Allah, yes. حسبي الله ونعم الوكيل. Allah is sufficient for me. The best of wakil.
the ultimate trustee. He is the ultimate trustee. Allah, I'm putting my trust in Him. Why should I fear anything if Allah, everything is under His control? Nobody can benefit you if Allah does not want to benefit you. And nobody can harm you if Allah does not want to harm you. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whosoever puts his trust in Allah, Allah is sufficient for him. It's an easy way. As a lot of people claim that, yes, I'm putting my trust in Allah. But are you really putting your trust in Allah? Easy way to enter Jannah, inshaAllah ta'ala. And an easy way to earn the love of Allah, as Allah says, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah loves those who delegate their affairs on Him. Until another episode of Rocky Ramadan 2013, I say, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.